ازيكم يا مواليد برج القوس؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج القوس يوم الاربعاء 17 نوفمبر تشرين الثاني 2021. من المؤكد انك تشعر بالاختلاف بين اليومين الماضيين، وهذا اليوم الذي يبدأ بالنشاط والأخبار اليدية منذ أوله عليك استغلاله لتقوم ببعض المبادرات والقرارات العملية والمهنية، وخاصة إن شخصيتك القوية تسيطر على من حولك. المساء أفضل وتشعر بالراحة، وخاصة لمواليد 1 إلى 9 كانون ديسمبر الذين يقومون بقرارات مهمة هذا اليوم. مهنيا، حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك المهنية، فهذا يكون من أولوياتك في الصباح المقبل. عاطفيا، لا تضغط على الشريك كثيرا، فهو يمر ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك. صحيا، تستعيد نشاطك وعافيتك وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء. توقعات برج القوس للرجل: ستكون الحياة أفضل بكثير عن التخطيط لها بشكل منظم. لا تجعل صعوبة الظروف تقف حائل أمام تحقيق أمنياتك في الحياة. لا تتردد في أخذ مشورة من سبقوك، فأنت على الرغم من خبرتك تحتاج للمزيد من الدعم. الرياضة قد تكون حلا للكثير من التعقيدات الصحية والنفسية. توقعات برج القوس للمرأة: اليوم لا تضيعي وقتك في أمور فارغة، عليك مسؤوليات عليك الانتهاء منها. من ناحية تانية، عليك اليوم بتذكر بعض علاقاتك القديمة ومحاولة إعادتها من جديد إلى حياتك. لقد تغيرت وتغيرت أفكارك وأحلامك ورأيك في الآخرين، وبالتأكيد ستكتشفين أن قطع العلاقات مع هؤلاء الأشخاص لم يكن قرارا سليما. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر ل 1 ديسمبر: سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما من خلال تلك القوة الداخلية، فإنك تنبع منك الثقة والنزاهة، وسوف يتطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون، فلا تتأخر عن تقديم المساعدة قدر الإمكان دون الانشغال عن سعيك لتحقيق الأهداف. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر: تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبا إليك، كما أن الصلات التي يكون لها تأثير إيجابي على مستقبلك تظهر في كل مكان. تأكد من أنها تقدر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم، وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر: بما أنك الآن تضح مهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجؤون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها لمساعدة. ولكن حاول ألا تغفل عن أهدافك، لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.